تحياتي أصدقائي، في هذا الفيديو سأجيب على مجموعة متنوعة من الأسئلة. يعني من الممكن أن تتعرفوا على ديفيد أكثر وأن تتعرفوا على آرائي ببعض الأمور. أتمنى أن يعني تكون مفيدة وملهمة، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة. سؤال من مو بيقول: دافيد، ممكن تحكي لنا عن نظامك الغذائي لو كنت متبع نظام ما؟ لا، مالي متبع أي نظام غذائي صراحة، لأنه يعني نظامي الغذائي هو لا نظام، وهو أسوأ شيء ممكن أن يعني أسوأ نظام غذائي ممكن أن يتبعه أي إنسان. وأنا عندي فوبيا الوزن أو فوبيا السمنة، وحالة سيفير أو شديدة من اضطراب الأكل النهام العصبي. لهذا السبب يعني أنا من الممكن أني أبقى لأسابيع من دون أكل حرفيا، على صيام على الماء فقط. ومن الممكن يعني أن أدخل في نوبات نهامية، وهذا يجعل وزني يتأرجح. عندي فوبيا من الوزن أو من زيادة الوزن، وعندي صورة مشوهة عن نفسي أنني أشعر وكأنني ذو وزن زائد. ويعني أضبط وزني بشكل يومي، كل يوم يعني في الصباح أستيقظ وأنظر في وزني على الميزان وأراقب بشكل يومي كيف هو وزني، يزيد أو ينقص. وأحاول أن أراقب دائما معدلات الكالوري الذي آكلها. ولأن الحالة عندي حالة شديدة استدعت التدخل الطبي في المشفى وتهربي من العلاج، لأن حالتي شديدة لدرجة أنني أتهرب من العلاج لأنني لا أريد لهم أن يزيدوا وزني. لكن عندما أجبرت يعني في فترة من الفترات، يعني حتى في المشفى كنت أقوم بمشاكل كبيرة لهم بسبب موضوع الأكل، لأنني كنت فاقد تماما لأي شهية أو أي قدرة على الأكل لأسابيع. وفي المقابل كما قلت يعني يأتيني نوبات نهامية أحيانا، وما يرافقها طبعا من حالات يعني تعويضية، وبالتالي فيزيد الوزن قليلا أو كثيرا. ومن ثم أعاقب نفسي بالصوم على المياه لفترة طويلة، وهذا يعني هو أبعد ما يكون عن أن يكون شيئا نظاما صحيا يعني يجب أن يتبع. واضطراب الأكل، حقيقة كنت يعني بدأت بمشروع أن أؤلف كتاب عن اضطرابات الأكل لكنني لم أكمله، لأن اضطرابات الأكل يعني أنا أعرف تماما المعاناة التي يعيشها مرضى أي نوع من أنواع اضطرابات الأكل. وبطبيعة الحال يعني بحكم متابعتي عند المشفى وكذا، فتعرفت على أشخاص آخرين يعانون من أنواع أخرى من اضطرابات الأكل أيضا، أو نفس الحالة التي أعانيها، وأعرف تماما يعني هذه المشكلة. وعندما يتم الإجبار على الأكل القسري ويتم استعمال الأدوية والتثبيت وأشياء من هذا القبيل. حاليا أنا متهرب من العلاج منذ مدة، دائما أتهرب من العلاج صراحة، يعني ما لم يعني يعني ما لم أجبر عليه بسبب أن عندي عدة اضطرابات نفسية، وبالتالي هذه الاضطرابات كلها مترابطة مع بعضها بالنتيجة. وبالتالي عند متابعة الأطباء يعني دائما يربطون هذه الأمور ببعضها. على الأغلب عندما أكون في المشفى يعني بسبب نوبات ثنائي القطب، فيتم يعني زجي أو ربطي مع قسم العلاج اضطرابات الأكل، ويحاولوا يعني في مرة من المرات يعني أجبروني على تناول الطعام كثيرا وزاد وزني.
وفي مرة من المرات لم يستطيعوا، ورغم محاولاتهم لمدة أسابيع، كلما زادوا المحاولات كلما رفض جسمي الطعام ووزني كان ينخفض كثيرا. فدائما أنا على هذا الرولر كوستر أو هذه الأفعوانية من زيادة وانخفاض الوزن مع الوقت. دائما أهتم كثيرا بنوعية الكالوريز أو بكمية الكالوريز التي آخذها، لا يهمني أي شيء آخر، لا أهتم يعني بالنيوتريشنز أو المغذيات بحد ذاتها قدر اهتمامي بالكالوريز، ولا يهمني عندما ينخفض وزني سواء كان هذا الانخفاض ناجم عن انخفاض في وزن يعني في الشحوم أو الدهون أو العضلات، يعني حتى أصل إلى مراحل يعني من الضعف العضلي الشديد حقيقة، الوهن العضلي الشديد، عندما أصل لمرحلة من التجويع أن جسدي لن يستطيع أن يفقد المزيد يعني، وإلا ف العضلات تتعب لدرجة أنه لا أستطيع حتى يعني شراء الأشياء من السوبر ماركت وحمل الأوزان العادية، أصبح يعني في حالة من التعب أو الوهن الشديد. وبعد ذلك تأتيني نوبات البوليميا، وتقريبا يعني بمعدل سنوي أنا يكون يعني وزني يزداد وينخفض بشكل بمعدل يعني كل 6 أشهر. أنا على حالة من الأفعوانية، كل 6 أشهر يزيد وزني وينخفض وزني، يزيد وزني وينخفض وزني بحسب هذه النوبات، وبالتالي هذا هو نظامي الغذائي. سؤال من نزار: بما أنك تصور أغلب حلقاتك بالليل، فإذا أنت تنام في النهار، هل لهذا تأثير سلبي أو إيجابي على الصحة؟ وخاصة صحة الدماغ، أعني أن يسهر الإنسان كثيرا. يعني أنت يا نزار قفزت إلى استنتاج من عندك، بما أنك تصور أغلب حلقاتك بالليل فإذا أنت تنام في النهار، يعني ربما لا أنام على الإطلاق يا نزار، أو ربما لا أصور يعني دائما في الليل. على كل الأحوال يعني بس فقط من وجهة نظر فلسفية، يعني هذا أنت صادرت على المطلوب ووضعت يعني نظرية وأجبت عليها وأنهيت الأمر، وكأنه على كل الأحوال سؤالك بالنسبة لموضوع صحة الدماغ وأن يسهر الإنسان كثيرا. أنا بالنسبة لي أنا شخص كائن ليلي منذ طفولتي، يعني أعشق الليل، وعندي أنا أساسا عندي معاناة مزمنة منذ الطفولة، أرق، عندي حالة أرق مزمن منذ الطفولة، و تقريبا لا أستطيع أن أنام يعني بدون أخذ أدوية على الإطلاق. لا أعرف كيف تستطيعون يعني أن تضعوا رؤوسكم على المخدات وأن تناموا، أنا شخصيا أعاني وكثيرا ما أبقى لساعات في الفراش أحاول أن أنام ولا أستطيع أن أنام، لدرجة يعني أنني أحيانا كثيرة ألغي محاولات النوم بعد 2 أو 3 ساعات من محاولات النوم، ومن ثم أقوم يعني يعني أعمل فنجان قهوة وأعيش حياتي من جديد لأنني يئست من محاولات النوم. هذه معاناة مزمنة عندي منذ أن كنت طفلا، حتى الآن لم يتغير هذا الموضوع على الإطلاق، ولا أستطيع النوم من دون أن آخذ بعض الأمور التي تجبر دماغي على أن ينام. وأحيانا عندما أكون في يعني نوبات تحت هوسية حتى مع أخذ الأدوية لا أنام، واضطررت في مؤخرا حقيقة ليس منذ زمن بعيد في هذا العام، يعني لقد في المشفى اضطررت لفترة طويلة في المشفى أن يحاولوا جعلي أنام وأنا كنت لا أنام، يعني تم وضعي في المشفى بمحاولة من طلبت أكثر من مرة العلاج يعني بسبب هذا الموضوع، أصل لمرحلة أذهب إلى المشفى لأنني أريد أن أنام أرجوكم. وفي يعني كما قلت الآن يعني كنت في المشفى في هذه السنة في أذكر 2 أسبوع أو أكثر ودماغي لا يستجيب لمحاولات التنويم، يعني جربنا تقريبا معظم الأشياء وإذا نمت فأنام يعني سويعات قليلة ومن ثم أستيقظ من جديد. كنت في نوبة تحت هوسية عالية جدا، وبالتالي
لا تأخذوني كمقياس بهذا الموضوع. نعم، أنا تقريبا أسهر كثيرا، أسهر معظم الوقت، ونومي يعني قليل جدا، أحيانا أنام بكثيرا بحسب حالاتي المزاجية طبعا، وبحسب نوباتي الهوسية والاكتئابية، وبحسب مسببات هذه النوبات، لأنه تختلف. يعني الاكتئاب الناجم عن التوتر على سبيل المثال يختلف عن الاكتئاب الناجم عن الإحباط، يختلف عن كذا عن كذا. سبب هذا الاكتئاب تختلف الكاركترستيكس أو الخصائص له، وبالتالي تختلف حالته النومية. لكن عندي اضطراب النوم، كما قلت عندي حالة من الأرق المزمن، وهذا غير صحي للدماغ، ولا أنصح أحدا بأن يسهر أو أن يستبدل ليله بنهاره، بل إنني أنصح الجميع بأن يناموا مبكرين ويستيقظوا مبكرين، وهذا هو الحل، وهذه هي الحالة الأمثل للصحة النفسية. سؤال من نون ونان: هل ترى في العزلة والكلام مع شخص واحد ترتاح له نفسيا أمر جيد أم لا؟ يعني أنت أو أنتي تسأل يعني أكثر شخص انعزالي ربما قد تجتمع به في حياتك، وماذا تريد رأيي يا عزيزي؟ يعني ما الذي تريد رأيي به هنا؟ إذا كنت الأمر ليس جيد أم سيء، على العكس، نحن كائنات اجتماعية، من ناحية سيكولوجية أو من ناحية نفسية، يعني من المفضل أن تكون على علاقة مع ناس، يعني مع مجموعة من الأصدقاء، مع أن يكون لك دائرتك الاجتماعية التي ترتاح لها وتطمئن بجوارها، ولا أن تقتصر على شخص واحد فقط. كلا، هذا أمر يعني من إذا خيرت أو إذا وجد لك الخيار أن تكون مع مجموعة من الأشخاص ويكون لك دائرة اجتماعية وعلاقات وأصدقاء وإلى آخره، فطبعا هذا الخيار الأفضل من وجهة نظر نفسية. وإلا فإذا فرضت عليك العزلة ويعني اضطررت أن تعيش مع شخص واحد، فهذا قد تستخدمه كبديل وتأقلم نفسك عليه. أتمنى أن أكون أساسا قد فهمت سؤالك صحيحا. سؤال من بوب: كيف راح تعيش حياتك وفقا لمبادئك وإيديولوجياتك لو أنت عايش في أحد البلاد العربية التي دستورها ينص على أن الإسلام دين الدولة؟ عزيزي، أنا رجل الكهف لأنني عشت في كهفي، جعلت كهفي لنفسي، وبالتالي ينص الإسلام على أنه دين الدولة. أنا لن يعني أنا من حيث المبدأ لن أترشح لأن أكون رئيس الجمهورية، ولا أريد أن أترشح لأن أكون رئيس وزراء أو أي نوع من المناصب التي يعني يتطلب مني أن أكون مسلما. ولو اضطررت، ولو أردت يعني، ولو كنت على حالي أن أفعل ذلك، لربما لما أعلنت أنني ملحد، وقد أصل إلى المناصب العليا وأحاول عندها أن أغير هذه القوانين أو هذه الدساتير التي هي غير منصفة. لكن لو أنا كما أنا كديفيد وعايش في أحد البلاد، لا يهمني دستورها، يعني لنقل دستورها سيفرض علي أن أتقاسم الإرث مع إخوتي للذكر مثل حظ الأنثيين وباقي المعادلة المعروفة في حسابات الإرث. طبعا الأمر ليس بهذه البساطة، هل عدد الأعمام وعدد الأخوال والوالدة والوالد والأبناء والذكور والإناث، المعادلة معقدة جدا. لكن يمكنني ببساطة أن أتفق مع إخوتي على أنني لا أريد أن أتعامل كذلك، أو أن أعطي من حصتي أنا ما يرضي ضميري لإخوتي أو أبنائي أو والدتي أو من آخرين الذين أجد أنهم قد تم إجحاف حقهم أو حقهن بهذا النص. إذا استطعت أن أقنع الآخرين المشتركين معي بالقسم سيكون خير، وإن لم أستطع من الممكن أن أفعل هذا بنفسي، ويعني من حصتي ومن كذا. إذا أردت الزواج سأضطر أن حتما لا بد أنني سأضطر لأن أقوم بهذه الطقوس السخيفة وأن أكتب عقد نكاح وأن أفعل هذه الأمور القانونية. لكن
يعني سأجبر على هذا، لكن من الممكن بنفس الوقت أن أقوم أنا بنفسي ربما بالتقدم لخطيبتي وأن آخذ موافقتها على الزواج قبل أن نذهب إلى المحكمة وقبل أن يحضر الشيخ. ربما أريد منها أن تقول هي لي بالبداية، أن أتقدم لها كما يعني في أسلوب الأسلوب الغربي، أن أتقدم أطلب منها وأعطيها الخاتم وأطلب منها هي أن توافق على الزواج، وبعد ذلك فليأتي الشيخ وليأتي والدها وليرتلوا تلك الهرتلات والكلام الفارغ إلى ما هنالك. يعني سأعيش حياتي، سأجعل لنفسي أصدقاء يشاطروني نفس اهتماماتي ومبادئي وكذا. وأما ما أجبرنا عليه يعني من أمور فنحن مجبرون عليها عزيزي. يمكنك أن تعيش عالمك الخاص ضمن العالم الذي أنت مجبر عليه. ما أنت مجبر على أي شيء عندما تكون في أي مكان في العالم. يعني لو كنت في دول لا غير الدول العربية، جميع دول العالم فيها قوانين وفيها نصوص وكذا، وأنت وأنا ليس بالضرورة أننا نوافق عليها أو أننا نجدها أمورا يعني مقبولة. وبالتالي ما وجدته غير مقبول عليك أن تتأقلم به أو أن تحاول أن تحد من يعني الفرص التي تحتك بها مع هذه الأمور. وبالتالي لا أجد صراحة يعني أنها مشكلة كارثية بالنسبة لي. لن أكون بنفس الراحة طبعا كما لو أنا أعيش في بلد يعني غير عربي، لكن هذا يعود لي أنا كديفيد. يعني كثيرون من أصدقائي الملحدين أو اللادينيين العرب ليسوا مثلي، يعني أشخاص يحبون دولهم ويعيشون في دولهم، ومنهم من لديه جنسيات أوروبية ويستطيع أن يعيش في أوروبا لكنه لا يزال يعيش في بلده الأم العربي، ببساطة لأنه يحب تلك الثقافة. فليست مشكلة، أنت تؤقلم نفسك. أنا كديفيد منذ نعومة أظفاري لم أكن يعني على وفاق مع ذلك البلد، ومنذ أن كنت طفلا يعني أهلي يعرفون وأنا أعرف أنني سوف أسافر في يعني أول فرصة تتاح لي، لأنني لم أستطع. كنت يعني طبيعتي كديفيد، لا كطبيعتي كديفيد كشخص كإنسان، توجهاتي، أخلاقي، نظرتي للأمور، المبادئ التي أتبنى إلى آخره، تختلف بالكلية. هذا ليس له علاقة بجوهر أنني ملحد. فأنا كنت وتركت الدول العربية من قبل أن أصبح ملحد، وكنت راغبا أن أتركها منذ أن كنت مسلما. فالأمر ليس له علاقة بمبادئي، لكن بإمكانك أن تتأقلم على بعض الأمور وأن يعني الأمور التي تحتاج. الأمور التي كانت تؤرقني بالمناسبة ليست أمور لها علاقة بالدين. يعني عندما كنت أنزعج قلت لكم، يعني هي أمور لها علاقة بالتفاصيل، لها علاقة بكيفية تعامل الناس مع بعضهم. لم أحب بحياتي تلك الحياة الحميمية الكثيرة عند العرب، الذي يعني تشعر أن العائلة جميعها وصية عليك، وأن من الممكن لعمك أن يتدخل بك، من الممكن لخالك أن يأتي لزيارتك دون موعد، من الممكن لفلان أن يعني أن يفرض عليك أنك تفعل كذا وكذا لأنك جزء من هذه العائلة أو من تلك، أشياء من هذا القبيل. كيف يعيش الناس، تنظيم المدينة، تنظيم الدولة. كانت مشكلتي سياسية وليست دينية. كان لدي كره شديد جدا للنظام الحاكم في سوريا وعدم تقبل أبدا. كان عندي مشكلة منذ الطفولة أنني غير متقبل لأن أذهب لخدمة العلم، خدمة الجيش الإلزامية، لأنني لا أريد أن يعني من جهتين، الجهة الأولى لا أريد أن أخدم هذا النظام الديكتاتوري السفاح الظالم من جهة، ومن جهة أخرى لأنني منذ أن طفولتي لست مقتنعا بأن الجيش ووجود الجيش والقتال وحمل الأسلحة وكذا هو أمر يجب أن نقوم عليه. وبالتالي ليست مشاكلي يعني كانت مشاكل دينية بقدر ما هي مشاكل كذا. لكن لو أجبرت فأجبرت، ولو لم أستطع الهرب من البلد لكنت ذهبت وقمت بخدمة الجيش هذا وأجبرت نفسي على أن أقوم بها بأقل الخسائر الممكنة يا صديقي. يعني لا يعني ما كل ما يتمناه المرء يدركه. وكما قلت لك، يعني في أي مكان تذهب إليه سوف تجد الكثير من الأشياء التي هي تخالف مبادئك وتخالف أفكارك، وتجبر على أن تلتزم بها وتنفذها بكل أسف.
سؤال من ياسر: ما هي فلسفتك في الاهتمام بالصحة والأكل والرياضة؟ بكل أسف أنا يعني لقد قلت عن الأكل قبل قليل، مشكلتي مع الأكل وأن لدي فوبيا أو رهاب الوزن، لدي رهاب الوزن والسمنة، ولكنني لست مهتما بصحتي أبدا من الناحية يعني التي تقصدونها أنتم، يعني اهتمام بالصحة والغذاء الجيد والنوم الكافي والهواء النظيف وإلى آخره من تفاصيل يجب عليكم أن تفعلوا هذا، لكنني أنا مهمل لصحتي بشكل كبير جدا، فبالإضافة يعني إلى كل ما أعانيه من أمراض فأنا نفسي مهمل لنفسي ولصحتي. أما بالنسبة للرياضة فمع جميع محاولاتي عبر حياتي كلها أن ألعب الرياضة، لكنني اكتشفت أو تأكدت مؤخرا قبل بضعة سنوات أنني يعني لم أخلق للرياضة، أنا شيء والرياضة شيء آخر، أنا ليس لي علاقة بالرياضة. لقد لا يعني منذ الطفولة أجبرت أو لعبت رياضة، لعبت فنونا قتالية، لعبت 3 رياضات قتالية وحصلت بعض الأحزمة فيها، لكن كانت يعني لم أكن مستمتعا على الإطلاق، كنت أذهب مجبرا مجبرا عليها. لعبت رياضة الرياضات كمال الأجسام وهذه الأشياء، ف أيضا كنت أذهب مجبرا عليها، مجبرا نفسي عليها. السباحة كنت عندما كنت طفلا أسبح، ولكن بعد ذلك يعني أعتقد منذ فترة المراهقة لم أعد أذهب للسباحة، وعندي مشكلة مع الرياضة، ولا لا سيما أنني يعني كشخص عندي حياة، عندي نزعة يعني كنت مكتئبا كل حياتي، وبالتالي يعني الاكتئاب لا يشجعك على الرياضة. الذين يستمتعون بالذهاب إلى الرياضة وإلى النوادي وإلى آخره على الأغلب هم أشخاص يعني محبون للحياة وليسوا أشخاص يعني مكتئبين وذوي نزعة انتحارية لا يريد أن يذهب لي يعني يحسن أو ليلعب الرياضة. لا كنت أجد فيها، I don't understand the point of it، لا أعرف لماذا يجب علي القيام بذلك وأنا أساسا غير مهتم بصحتي، وكنت مدخنا شرها جدا. على كل حال من يعرفني سابقا أنا تركت التدخين قبل بضعة سنوات، لا أذكر سنتين أو 3، أعتقد سنتين، لكن قبلها كنت مدخنا شرها جدا منذ أيام مراهقتي، وبالتالي ذلك لم يكن يساعد يعني. فعندما كنت ألعب الرياضة فيعني أرهق إرهاقا شديدا وأتنفس بصعوبة وإلى آخره، لكن عندما يأتي الأمر إلى العمل، العمل الذي يتطلب جهد فيزيائي أو جهد جسدي، على الرغم من أنني لست شخصا رياضيا فليس عندي مشكلة به أبدا، يعني قمت بأعمال، حملت أوزانا كبيرة، قمت بأعمال البناء وحمل الرمل وأكياس الإسمنت وعملت في يعني الميكانيك والحديد والمخارط الطورنة وأحمل أشياء ثقيلة وإلى آخره، ما عندي مشكلة، والتعامل مع الآلات وليس لست ضعيفا لدرجة أنني لا أستطيع أن أقوم بأشياء، لكن لا أريد أو لا أحب الرياضات المنظمة أو الاشتراك بها. وعندما أعمل فأنا لدي اضطراب يعني الشخصية الوسواسية القهرية، فأنا أعمل يعني بشكل قهري وبالتالي من الممكن أن أقضي أياما يعني أعمل أعمالا مضنية بجسديا أو جهد يعني بجهد جسدي، وليس عندي مشكلة بهذا الأمر، لكن أن ألعب رياضة منظمة، يعني أذكر آخر مرة اشتركت في نادي رياضي قبل سنوات، ربما قبل 4 سنوات أو شيء من هذا القبيل، 4 سنوات ربما اشتركت في نادي رياضي، وكي يعني كي اشتركت ليس بهدف الصحة، وإنما يعني كنت بهدف أنني يجب أن أجبر نفسي على ممارسة شيء من الرياضة، كي أرى يعني محاولة لتحفيز شيء من الدوبامين لتخفيف الاكتئاب الذي أعاني منه. ولكنني ذهبت إلى النادي وقمت بحركة يعني نوعا ما غبية،
أنني دفعت اشتراكا سنويا لسنة كاملة للنادي، ومفتوحا لكل شيء، يعني صالة الحديد والمسبح والساونا وكذا وكذا وكل شيء. اشتراك مفتوح في النادي، يمكنني أن أدخل وأخرج وأفعل ما أشاء على مدار عام كامل، يعني حتى في أيام العطل. ذهبت، يعني أجبرت نفسي إجبارا على أن أذهب لمدة ربما أسبوعين، ربما أسبوعين، وبعدها يعني وجدت أنه من السخف أن أتابع الذهاب، لأنني أذهب إلى هناك وأمضي وقتي هناك، ولكن ذهني أبدا ليس هناك. يعني أنا أجبرت نفسي وأنا ذاهب وأنا منزعج، وأنا هناك أبقى أفكر في، كنت أكتب كتاب ما المثقف في تلك الفترة، وأنا هناك يعني أجد نفسي أنني جالس على أحد الأجهزة لمدة ربع ساعة مثلا، وأنا أفكر بالفصل القادم الذي أريد كتابته في الكتاب، وأنني أفكر في عندي معضلة فلسفية أحاول حلها لورقة فلسفية أعمل عليها، وأنا جالس في الساونا سأختنق سأموت، لكنني أفكر في الورقة الفلسفية. يعني وجدت نفسي أعاني من وجدت أن الأمر ليس لي. يعني لا زلت أذكر آخر مرة، يعني خرجت من النادي، كنت فعلا مغرق التفكير بأمر فلسفي، خرجت من النادي ودخنت بايب لأنني وجدت أنني بحاجة إلى فعل ذلك، وجلست في سيارتي يعني ودخنت بايب، وكنت أتكلم مع إحدى الصديقات وقلت لها هل تعلمين ماذا، سأشغل السيارة وأعود إلى المنزل، وهذا ما فعلته وخسرت المال الذي دفعته. وكانت التجربة أكدت لي أن الرياضة لم تخلق لي ولم أخلق لها. لكن قد أصدمكم بأنني من عشاق الرياضات المحركات بأنواعها، وعلى درجة الخصوص السيارات، سباقات السيارات بأنواعها والدراجات النارية. وأنا سائق محترف، وأنا سائق محترف، عندي إدمان على القيادة، قيادة الدراجات النارية والسيارات، ويعني متابع شغوف لبعض السباقات مثل الفورميلا 1، لأنني شغوف بالسيارات والمحركات والتكنولوجيا والقيادة بحد ذاتها. يعني هي متعتي الأولى في الحياة ربما، أو من المتع الأولى في حياتي قد تكون هي القيادة، قيادة السيارات والدراجات النارية، فألعب بها، يعني هي ألعابي منذ طفولتي. فهذا هو الرياضة الوحيدة التي أتابعها وأمارسها عندما يعني يكون فرص هنا وهناك أن أشترك مع بعضهم في بعض التنافسات وبعض المسابقات.